الله الله على الأزهر الله 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 أكبر من الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا وش حنصف وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مش سألي بس الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء أنا بدعي لهم رب السماء وقولوا آمين إن شاء الله إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. وقفنا في اللقاء السابق عند قول شيخنا رحمه الله وألزموا إضافة إلى الجمل كحيث وإذ وإن نون يحتمل. يقول الشيخ وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينون يحتمل إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ أضف جوازا نحو حين جاء نبذ الشيخ رحمه الله يقول شوف الغضب فيه من الملازم للإضافة ما لا يضاف إلا إلى الجملة. أولا يا شباب في عندنا كلمات تضاف إلى المفرد زي كلمة قلم أقول قلم الأستاذي أضيف إلى مفرد ولا إلى جملة يبدو نود يا ابن كتاب النحوي شوف كتاب النحوي يبدأ أضيف إلى مفرد صح يا شباب مسجد الصحابة مسجد الجامع أضيف إلى مفرد. هناك كلمات أضاف إلى الجمل اللي هي حيث وإذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أفيضوا كملها من حيث أفاض الناس. تعالوا نعرف يا أولاد من حرف جر حيث ده اسم مبني على الضم في محل جر بمن أفاض ده فعل ماضي صح يا شباب والناس تعرب إيه هذه الجملة الفعلية كلها في محل جر بإضافة حيث إليها يعني إذن حيث تضاف إلى الجمل وطبعا استعملت في القرآن إضافة إلى الجمل الفعلية لكن في اللغة العربية يمكن أن تضاف إلى جملة اسمية أقول جلست حيث زيد جالس حيث زيد جالس لكن في القرآن أضيفت إلى الجملة الإيه الفعلية. سمعني يا أولاد أجيب مثاله جلست حيث جلس الطالب جلست فعل وفاعل حيث أهو ده ظرف مكان جلس الطالب جلس فعل وطالب فعل هذه الجملة كلها في محل جر مضاف إليه. فهمت ولا لسه مش فاهم في عندنا شوف قلمه قلم الطالب ده أضيف إلى إيه مفرد قلم الأستاذ كتاب النحوي كتاب النحوي أضفت الكتاب إلى الإيه طبعا أصلها كتاب لما حذفت التنوين أضيفت الكلمة إلى ما بعدها لأن التنوين والإضافة لا يلتقيان أبدا قلم احذف تنوين تقول قلم الأستاذ كتاب كتاب النحوي يبقى الكلمات قلم وكتاب وجامع ده أضيفت إلى إيه مفرد لكن حيث لا تضاف إلى مفرد تضاف إلى جملة. أنا أقول جلست أنت اسمك إيه جلست حيث جلس مصطفى جلست حيث جلس مصطفى حيث اللي هو ده ظرف مكانه جلس فعل ماض ومصطفى فاعل الجملة دي كلها في محل جر مضاف إليه يبقى حيث لا تضاف إلى المفرد تضاف إلى الإيه هذه معناه. وألزموا إضافة إلى الجمل لازم اللي هو حيث لا تضاف إلا إلى الجمل والوارد في كلام العرب أنها أضيفت إلى جملة فعلية. قال تعالى ثم أفيضوا في الحج يعني من حيث أفاض الناس لم يكن من حيث الحجاج
لا قال من حيث أفاضنا، يعني لازم تضاف إلى جملة إيه؟ واضح يا ابني؟ وإذ، إذ أيضا ظرف لما مضى من الزمان، تضاف إلى جملة اسمية وإلى فعلية. إلا تنصروه، كمل ها. إذ أخرجه الذين كفروا، إذ أخرجه الذين كفروا، هذه الجملة في محل جر مضاف إليه. وأنا قلت إذ ظرف لما مضى من الزمان، عارف يعني إيه ما مضى من الزمان؟ إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، بعكس إذ ظرف لما مضى من الزمان. أوضح لك إن شاء الله. لو أخونا ده صار سفيرا لمصر، قلت والله السفير ده كان زمان زميلي، الناس ما صدقتش، قلت طب أنا داخل أسلم عليه. فلما دخلت زكى سعادة السفير، قال أهلا وسهلا، أنت مين؟ أنا فلان. أنت فلان مين؟ فلان كنت بدرس معك نحو في الجامع الأزهر مع الشيخ اللي كان بيقول لنا كذا. أهلا وسهلا. فيقول له تذكر إذ كنت صديقي، إذ كنت، يعني ده ظرف إيه؟ أيوة. فالقرآن شو بيقول؟ إلا تنصروه فقد نصر الله، إذ أخرجه الذين كفروا، ده ظرف لما مضى من الزمان وتضاف إلى جملة فعلية. إذ هما في الغار، هذه جملة اسمية، يبقى إذ تضاف إلى جملة اسمية وده إلى جملة إيه؟ فعلي. واضح يا ابني ولا مش واضح؟ طيب وإن ينون يحتمل إفراد إذ. فاكر الآية اللي احنا قلناها؟ وأنتم حينئذ إيه يا ابني؟ حينئذ تنظرون. حينئذ التنوين ده قلنا عوض عن جملة، مش احنا شرحناها؟ طيب لما التنوين يأتي يبقى ما فيش إضافة، ما فيش إضافة، عارف الإضافة مع التنوين مع لا يلتقيان. كان في واحد طالب علم يعني حصل بينه وبين زميله نوع من المشاحنة والمباغضة، فقال له بيتا من الشعر كأني تنوين وأنت إضافة، فحيث تراني لا تحل مكانيا. أنا في ذي دلوقتي قلم أقول هذا قلم، ده منونه، احذف التنوين تقول قلم محمد، يبقى لما تحذف التنوين الكلمة تضاف، ترجع التنوين دي، ترجع التنوين الإضافة تحذف. فالشيخ يقول إيه؟ وألزموا إضافة الجمل حيث وإذ، يعني العرب والنحاة أخبرونا بأن الكلمة إنه حيث تضاف إلى جمل فعلية واسمية، وإذ تضاف إلى جمل اسمية وفعلية. طيب وإن ينون أهي شوف، وأنتم حينئذ، ذن أهي منونة أهي، يبقى يحتمل إفرادها. معنى يحتمل إفراد إذ يعني ليست ليست مضافة، للمقصود بباب الإفراد مش الإفراد يعني كلمة، الإفراد في باب الإضافة يعني الكلمة ليست مضافة. فلما وأنتم حينئذ تنظرون، لما رجع التنوين معناها لا توجد إضافة، ما ينفعش تقول وأنتم حينئذ تنظرون، يبقى تنظرون في محل جر مضاف إليه، لا، لأنه خلاص طالما رجع التنوين يبقى لا فلا إضافة. هذا معنى كلام الشيخ ها. وإن ينون وأنتم حينئذ، هو يتكلم عن إذن دي، إذ لو إذ دي أنونت يبقى يحتمل إفرادها، معنى يحتمل إفرادها يعني لا ليست مضافة لما بعدها، ليست مضافة إلى جملة. وما كإذ معنى كإذ أضف جوازا نحو حين دي، أحين ده ظرف زمان مثل برضو إذ، فأقول إيه يعني تذكر حين كنت صديقي، حين كنت صديقي أزيك إذ كنت صديقي، فحين مثل إذ بالضبط ظرف لما مضى من الزمان. فهو يقول لك وما كإذ معنى، إيه معنى دي؟ ما هو إذ ده معناها إيه؟ ظرف لما مضى. طيب وبرضو حين برضو ظرف لما مضى من الزمان، يبقى أي شيء معناها في نفس المعنى خلاص، يبقى أضف جوازا. أقول جاء أو جئت حين جاء زيد،
جئت حين جاء مصطفى، حين جاء مصطفى، أحين دي مثل إذ، فيمكن أن تقول حين ظرف زمان أو ظرف لما مضى من زمان، جاء فعل ماض ومصطفى فاعل، والجملة في محل جر مضاف إليه. بس أنا أقول لك الإضافة جائزة وليست لازمة، واضح يا أولادي؟ بعكس إذ فالإضافة لازمة، وعليكم السلام، الإضافة لازمة، فهمني يا مصطفى؟ يبقى في كلمات متضاف إلى مفرد، أقلم أهي، قلم الطالبي، قلم الأستاذي، مسجد الصحابة، دي كلمات مضافة إلى إيه؟ لكن إذ تضاف إلى جملة. أقول لك تذكر، أقول لك إذ كنت صديقي، إذ كنت صديقي، الجملة دي كلها في محل جر مضاف إليه. جلست حيث جلس الأستاذ، حيث جلس الإمام، شوف جلس الإمام، جلس فعل والإمام فعل، والجملة كلها في محل جر مضاف إليه. واضح يا ولدي؟ هل أنتم فاهمون؟ قولوا معي البيتين يا أولادي، وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينون يحتمل، إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ، أضف جوازا نحو حين جانب إذ، نبذ يعني حين جاء، حين جاء حذف الهمزة عشان الوزن بس، يعني حين جاء مصطفى نبذ، يعني نبذ، عارف نبذ يعني؟ اهمل كده والناس مبدا، اول ما جيت كده وساعدتك وبتاع الناس بصيت لك كده والمغزى ايه؟ هذا نبذ يعني ايه؟ يعني الناس لا 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 اهمل يعني، واضح؟ هذا معنى البيتين اهو، والزموا اضافة الى الجمل حيث واذ وان ينون يحتمل، افراد اذ وما وما معنى كاذ، اضف جوازا نحو حين جاء نبذ. فين يا ابن الابيات اللي كتبتها؟ طيب يقول وابني أو أعرض ما كإذ قد أجري، واختر بنا متلوي فعل بنيا. هات يا ابن المساح، وابني أو أعرب ما كإذ قد أجري، واختر بنا متلوي فعل بني، وقبل فعل معرب أو مبتدأ أعرب، ومن بنى فلن يفندى. أنا قلت لك يا شيخ مصطفى إن حيث وإذ يضافان إلى الجملة لزوما، ألم أقل هذا؟ يعني حيث لازم تضاف إلى جملة، ثم أفيد من حيث وإيه؟ طب وإذ؟ إحنا قلنا إذ ظرف لما مضى من الزمان، طب حين هي نفسها معنى إذ، ده الظرف اللي ما مضى من الزمان، وحين برضو مضى من الزمن، واضح يا ابني؟ بس الفرق بينهم ان حين تضاف الى الجملة جوازا، واضح يا اولاد ولا؟ لكن اذ تضاف الى الجملة وجوبا. ولما تقرأ في القرآن الا تنصروه صلى الله عليه وسلم فقد نصر الله اذ اخرجه الذين كفروا، هذه الجملة كلها في محل جر مضاف اليه، اذ هما في الغار في محل جر مضاف اليه، لكن حين تضاف جوازا، يعني يجوز لك أن تضيفها ويجوز لك أن لا تضيفها. طيب الآن إحنا في كلمة حين اللي هي تضاف إلى الجمل جوازا، إيه اللي يحصل؟ قال وابني أو أعرف ما كإذ قد أجري، واختر بنا متلوي فعل بنيا. ما معنى يقول هذا الكلام يا أولاد؟ اسمعوا كده، هذا يوم أو يوم جاء زيد،
على حين عاتبت المشيبة. هذا يوم ينفع الصادقين. شوف يا شيخ، يوم هذا ظرف زمان، وحين هذا ظرف زمان، فهذه يضاف إلى الجمل جوازا وليس وجوبا يعني. طيب، وابن أو اعرب ما كإذ. ما كإذ يقصد يعني مثل كلمة يوم أو مثل كلمة حين. قد أجري، واختر بنا متلوه فعل بنية. لما أقول هذا يوم جاء زيد، جاء دي يا شيخ مصطفى فعل ماضي ولا مضارع؟ والماضي دائما مبني. فقد يؤخذ الجار بجرم جاره. عارفين المثل ده؟ يعني انت رجل صالح وجنبك واحد مثلا حرامي او شرق، ممكن انت تتأذى منه، يعني ممكن الشرطه تيجي تقبض عليك انت. فاهمين يا اولاد ولا؟ فده فعل ماضي. عفوا، ده فعل ماضي مبني على الفتح. هنجد الاسم ده اللي هو الظرف ده يتأثر به، يبقى الافضل ان هو ايه؟ يلازم البناء، يعني يبقى مثله. أقول هذا يوم جاء زيد، هذا يوم أبني على الفتح. يبقى شوف، بص يا ابني، واختر بنا متلو فعل بنية، يعني اختر بناء الفعل الذي بني. متلو فعل إيه؟ متلو فعل يعني جاء ديا تلتها يوم، يعني وقعت بعدها. فأنت مخير بين الإعراب وبين وانا بين الناء. تقول هذا يوم، يبقى عرفتها، يبقى هذا مبتدأ ويوم خبر. طب لو هتبنيها تقولي هذا يوم. الافضل البناء. ليه البناء؟ اهو يقول واختر بناء متلو فعل. شوف ده تاء، يعني جاء بعد جاء، فجاء فعل ماض مبني. يبقى الافضل والمختار البناء على الفتح. تقول هذا يوم جاء بالفتحه كده. طيب، ويمكن ان تقول هذا يوم، بس الافضل فلما جاء بعدها فعل ماضي البناء، عشان يبقى فيه تناسب. واضح يا اولاد؟ عشان يبقى فيه ايه؟ طيب، لما اقول هذا يوم 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 هذا يوم ينفع الصادقين، هذا يوم ينفع، ينفع ده فعل مضارع معرب ولا مبني؟ معرب. عشان كده الافضل ان يوم تبقى معربه. هذا معنى وقبل فعل معرب اللي هو ينفع، او مبتدا، يعني مبتدا هنا. هذا يوم عيد المسلمين مثلا، او قبل مبتدا اعرب، يعني تعرب وتقول هذا يوم. ولذلك الايه دي نفسها فيها قراءتان، هذا يوم وهذا يوم بالفتح، بس المختار الايه؟ الاعراب، علشان تلاه ووقع بعده فعل مضارع معرب عكس الاولى. يعني واضح يا ابني؟ ومن بنى فلن يفند، يعني لن يغلط، يعني من قرأ هذا يوم بالبناء على الفتح لن يغلط. باختصار يا أولاد أقول لكم العبارة، نحن قلنا فيه كلمات تضاف إلى المفرد، زي قلم، قلم الأستاذي، كتاب النحوي، كتاب الفقه. وهناك أسماء أو كلمات تضاف إلى الجمل، مثل حيث وإذ وإذا. حيث أفيض من حيث أفاض الناس، يبقى حيث اللي هو ظرف مكانه، أفاض فعل الماض والناس فعل، والجملة في محل جر مضاف إليه. وكذلك إذ تلزم إضافتها إلى الجمل الاسمية والفعلية. أما الكلمات التي معناها معنى إذ فتضاف إلى الجمل جوازا لا وجوبا، مثل كلمة حين وكلمة يوم. فيقول الشيخ وألزم إضافة إلى الجمل حيث وإذ. يقول يا طالب العلم، هناك كلمات في اللغة العربية لا تضاف إلى المفرد بل تضاف إلى جملة. أظن واضح يا مصطفى؟ مثل إذ وحيث. طيب، ثم يقول وإذ. طيب، وإن ينون، يعني إذ دي إذا نونت يبقى يحتمل إفرادها. معنى يحتمل إفرادها يعني ليست مضافة. ليه؟ لأن التنوين ده يمنع الكلمة أنها تضاف. اقرأ قول الله سبحانه وأنتم حينئذ تنظرون. حينئذ أهي التنوين ده اللي هو تنوين عبارة عن جملة. التنوين ده معناه الكلمة ليست مضافة. لما أقول لك هذا قلم، خلاص ما فيش إضافة. احذف التنوين قلم الأستاذ تبقى مضافة.
واضح؟ أدي وإن يحتمل، ها، وإن ينون يحتمل إفراد وإن، معنى إفرادها يعني ليست مضافة، هذا المقصود في باب الإضافة، الإفراد يعني كلمة ليست مضافة. وما كإذ معنى كإذ، يعني نقول أي كلمة معناها كإذ يبقى هي نفسها كإذ بالضبط، لكن أضف جوازا أي كلمات تحمل معنى إذ، في أنها ظرف لما مضى من الزمان زي كلمة حين، تضاف إلى الجمل جوازا لا وجوبا. بنتكلم عن البناء والإعراب، وابني أو أعرب، أنت مخير بالإعراب وبالبناء. ما كإذ كجرية، يقصد ما كإذ يعني كلمة حين ويوم، واختر الخيار يعني الأفضل. بناء متلوة فعل بنية، يعني لما يكون فعل مبني هو بناء، جاء فعل مبني، يبقى يجوز لك يا مصطفى أن تقول جاء هذا يوم جاء زيد بالفتح كده، ويجوز أن تقول هذا يوم، بس المختار البناء علشان بعديه فعل ماضي. وذاك الشعر يقول على حين عاتبت المشيب على الصدق، وفي على حيني، لما يقول على حيني أصبحت معربة مجرورة بالكسرة، لما يقول على حين أصبحت مبنية على الفتح. طب ليه بناها على الفتح؟ عشان بعدها فعل ماضي مبني. فاهم يا مصطفى اللي مش فاهم؟ فاهم؟ يبقى عاتبة ده فعل إيه؟ وده فعل ماضي مبني. طب حين ده، حين ده اللي احنا زي كإذ دي، يجوز فيها إيه؟ الإعراب والبناء. لما الإعراب تقول على حيني عاتبته، ولما يجوز في البناء تقول على حين. طب الأفضل إيه؟ طب ليه؟ علشان تليها أو جاء بعدها فعل مبني، عشان يبقى فيه تناسب يعني. واضح؟ ده أشبه بإيه يا شيخنا؟ لما يقولك ضيوف من الصعيد، لما تلبس لهم بتاع كده هتلاقي القعدة مش مناسبة، وإن كان ده جائز أنت حر في بيتك، لكن لما تيجي لابسين عمم ولابسين مش عارفين بتاع كده، أنا ألبس عشان يبقى فيه حتى تناسب. إحنا لما رحنا السعودية كنا بنلبس بدل كده، صح يا ابني؟ بنلبس بدل كده، بصينا لأن نحن يعني حاجة شاذة كده، كله لابس الجلبية والعقال والبتاع، الله تلاقي الفراش والعميد وكلهم كله كده، فتحس نفسك انك انت ايه؟ هو فهمت انت؟ فلما يكون يا ولدي اهو فعل مبني، يبقى الظرف ده، الظرف اللي هو معناه كمعنى اذ، الافضل تبنيه عشان يبقى فيه تناسب. واضح؟ طب لما يكون معرب، هذا يوم ينفع، طب ده ينفع فعل مضارع معرب، يبقى الافضل اقول يوم على انه خبر مرفوع، وممكن اقول يوما، هذا معنى ومن بنى فلن يفندى. يبقى اي فعل يا اولادي تلاه فعل ماضي، اي ظرف جاء بعده فعل ماضي، الافضل البناء، وان كان الاعراب يجوز، يعني يجوز ان تقوله هذا يوم جاء زيد وهذا يوما، الافضل تقول يوما. طب ممكن تقول ايه؟ على حين عاتبت وعلى حيني، صح يا اولادي ولا لا؟ طيب هذا يوم ينفع الصادقين، فيها قراءتان متواترات، هذا يوم ينفع، هذا يوم، بس الافضل البناء عليها، لان اننا ارفعها عليه عشان خاطر ايه يا اولاد؟ ها سامعيني؟ علشان ادي معنى كلام الشيخ، والزموا اضافه الجمل، قول يا اولاد لما معايا الابيات كده، والزموا اضافه الى الجمل، حيث وإذ وإن ينون يحتمل إفراد إذ، وما كإذ معنى كإذ، يعني وما كإذ معنى، الكلمات التي تحمل معنى إذ هي معناها كإذ بالضبط، زي كلمة حين وزي كلمة يوم. طيب أضف جوازا نحو حين جانب إذ، يعني أقول مصطفى حين جاء نبذ، مع النبذ يعني انتبذه زملاؤه بتاعه هاجروه، يعني واضح يا اولادي؟ حين جاء مصطفى نبذ يعني هجر، يعني نبذ اقول فلان منبوذ، يعني ايه؟ مكروه من زملائه. يعني حين جاء، فيجوز لما اقول حين جاء دي تقول حين ظرف لما مضى من الزمان، جاء فعل ماضي ومصطفى فاعل، وهذه الجمله كلها في محل جر مضاف اليه، هذا يجوز بس جائز وليس بواجب يعني. طيب وابني او اعرب، يعني انت مخير بين البناء والاعراب. ما كاذ، اي كلمات كاذ، يعني زي يوم او زي حين،
قد أجري، يعني أي كلمة قد تجرى مجرى إذ في معناها، فأنت مخير بين إعرابها وبنائها. وبدأ يقول لك الأفضل واختر بنا متلو فعل بنية، يعني أي ظرف تلاه فعل مبني فالأفضل لك أن يبنى. تقول هذا يوم جاء زيد، طب ليه قلت يوم بالبناء على الفتح؟ لأنه بعديه فعل مبني على الفتح اللي هو الفعل الماضي. ويجوز أن تقول هذا يوم، بس الأفضل كما قلنا